تحياتي. موعد جديد في المحقق على اليوتيوب والمحقق بلس تطبيقة المحقق اللي تنجموا تحملوها وتهبطوها في تليفوناتكم. موعد جديد مع حلقة جديدة من أشهر القضايا العالمية. وقضية اليوم باش تهزنا لإيطاليا وباش تهزنا للعاصمة الإيطالية روما، باش تهزنا الواحد من الألغاز الكبرى اللي طرح في إيطاليا سنوات التسعين. إيطاليا الساعة يزمك تعرف لي سنوات الثمانين والتسعين باش تعرف واحدة من أصعب فتراتها، من أكثر فتراتها المظلمة في علاقة بالإجرام وفي علاقة بكشف المجرمين. علاش؟ بالأساس بسبب الدور الكبير اللي باش تلعبوا المافيا، اللي باش تقتل الناس اللي تحب تقتلهم، باش تقتل القضاة، باش تقتل الصحفيين، باش تتخلص من العديد من الناس اللي نجموا يؤديوا إلى كشف جرائمها. في نهاية المطاف ستكون سنوات صعبة جدا على القضاء الإيطالي. هو مازال كيهز راسه، ها؟ بداية التسعينات 93 94 وباش تجي هذه القضية اللي باش نحكي لك عليها الليلة. قبل ما نمشيو إلى التفاصيل، ما تنساش كان مازلت ما اشتركتش معانا أنك تشترك في القناة وبارتاج الحلقة متاعنا اليوم مع الأحباب والأصحاب. ويلا كانك حاضر ننطلقوا في تفاصيل هذه القصة الجديدة. إذن حكايتنا بالنسبة ليلة تهزنا للعاصمة الإيطالية روما، وتهزنا باش نحكيو على سيدة اسمها أنتونيلا دي فيرولي. أنتونيلا مرأة عمرها 47 سنة، تخدم في واحدة من الشركات التوظيف، معناها اللي تفركس في الخدم للناس وكذا. أنتونيلا عمرها 47 سنة، هي عزبة وعندها حياة تنجم توصفها بأنها حياة رتيبة جدا، فيها روتين كبير ياسر. تقريبا كل أيام الجمعة تعديهم بنفس الطريقة، وكل أيام الويكاند تعديهم بنفس الطريقة. وسط الجمعة تبدأ نهارها الصباح بقهوة بحذا أمها، بعد القهوة تمشي للخدمة، بعد الخدمة تروح للدار روبلوت، قمت من غدوة الصباح قهوة بحذا أمها، ام بعد تمشي الخدمة، ام بعد تروح وكهو. ما عندهاش برشا صحاب، عندها زوز ولا ثلاثة عباد اللي تعرفهم، ما عندهاش تواصل كبير مع الناس. نهار 10 أبريل 1994 باش تقوم الصباح، نهارتها نهار حد، باش تمشي تعمل قهوة بحذا جارتها، في الويكاند القهوة بحذا جارتها، ثم من بعد تهبط للسنتر فيل باش تفطر، ثم تكلم امها في الاثناء تقولها غدوة نهار الاثنين يامي باش نجي كيما العادة نشرب حذاك قهوة الصباح. 11 أبريل 94 ما تعديتش بحذا امها. بون، امها استغربت الحقيقة، خاطر انا كل يوم راي بحذاها، بالتالي كيما تعديش فما انا خليت صبحية تتعدى شوية. ومن بعد كلمت أختها، قالت لها يا أخي عندك خبر على أختك أنتونيلا؟ علاش ما تعدت ليش اليوم الصباح؟ بتقولها أختها يا أمي هديك رأي، أنا امرأة عمرها 47 سنة، ما هيش بنية صغيرة ترضى في صباحها بش قولوا لها وين مشيت وين جيت وشبيك ما مشيتش تعمل قهوة وشبيك تي، ممكن رأي نسيت ولا عندها رونديفو ولا لي هو. لا بش تقولها لا، ما وكان جاي كيكا راني ما كلمتكش، خاطرني طلبت انا في البير وفي الخدمه وقالوا لي في الخدمه اللي هي عندها رونديفو تاع خدمه اليوم الصباح، اما راهي ما جاتش. واللي الحقيقه مش عوايدها بتاتا، الخدمه هذيك حياتها.
باهي امي ما تقلقش روحك، باش تقول لها تو نكمل اللي عندي في دايا ونمشي نتفقدها في الدار. 94 لا تليفون بورتابل لهم يحزنون، باش تتاكد من واحد يلزمك يا فيكس يا طول تصدم عليه. هذاك اللي باش تعمل، باش تمشي لدار اختها، دق 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 الباب. شات هي ورجلها، كلمت رجلها قالت له راهي اختي ما تحصلناش عليها، اجا معايا نمشيو لها. مشاو لها، دقوا الباب ما جاوب حد. في العمارة عندها جارتها اللوطنية يعرفوها مرأة ناس ملاح، ديما أختها مخلية عندها المفتاح، تخلي عندها المفتاح كي تخرج. هبطت لها قالت لها تعطينيش هيك المفتاح يعيشك باش ندخل نشوف أنتونيلا تظهر شي داخت وإلا صارت لها حاجة في السال دو بان ولا كذا. أعطاتها المفتاح دخلت للدار. مبدئيا الدار منظمة، ما فما حتى شيء يستدعي الانتباه، دار مخملة. سكرتك الباب وخرجت. ربما كما قلنا مشيت مع شكون، ها ربما عندها رونديفو. جليل طلبوا الفيكس، عملوا كذا، ما فما حتى شيء. فما واحد من الزملاء متاعها في الخدمة اللي هو زاد باش يتواصل مع أخت أنتونيلا وباش يقول لها راني غريبة، راني مش عوايدها أنها تغيب. زميلها هذا أمبرتو ناردينوكي. أمبرتو باش يقول لها يزمنا نفركسوا عليها، راو الحق نقول لك نعرفها مليح، مش عوايدها أنتونيلا أنها تعمل هك. إيش لي نعملوا؟ هني مشيت لها للدار وكذا. لا يزمنا نرجعوا نشوفوا نشوفوا فماشي مؤشرات اللي تنجم توصلنا للبلاصه نتاعها. وهذا اللي باش تعملوا الاخت، باش تعاود ترجع مع السيده ذايا ومع وحده اخرى صاحبتهم، وباش يمشيوا لدار اختها وباش يعاودوا يطلبوا المفاتح من عند الجار. هذا هو من غدوه نهار 12 وباش يدخلوا للدار وباش يبدا. هذه الكوجينة، يشوفوا الكوجينة، هذه بيت صالة كيكة، وتدخل الأخت البيت أختها بيت النوم، وتبدأ تشوف إذا كاني مشيت في رونديفو، راي هزت فليجة، راي هزت أحواج، وتحلك القلص. ويا ريتها ما حلت، هي حلتك القلص وساق تعمل لها هكا الطل من الجلاس. ساق أختها أنتونيلا، أنتونيلا ملوحة تلويح في الجلاس كأنها كومة متاع بوبيل. هي حلت باب الجلاس والساق عملت هكا. طفلة باش تلعب عليها الدوخة ما عاش قادرة تتمالك روحها، تخرج تجري من بيت أختها، ما هيش عارفة كيفاش وصلت لدار جارتها اللي قتلك عليها، وقعدت بحذاها شربت كاس ماء وهي منهارة تماما بالبكاء والدموع على المشهد اللي شافته. مباشرة يتم إبلاغ العناصر الأمنية اللي تتحول على عين المكان باش يعاينوا شنو اللي صار الأنتونيلا. وهذا المشهد اللي باش يلقاوه، باش يلقاوه جثة في جلاس، جثة راسها مغطي بشكارة. باش يقوم طبيب الشرعي بفحص أولي، باش يلقى أنه في الراس فما طلقتين، زوز رصاصات في الراس، مش واحدة أما زوز، والطلقتين من فرد صغيرون قد ليدك، كاليبر 635 يقولولو، يسميوه فرد متاع نساء، يعني على خاطره هكا صغير يجي فيستوش صغير. 635 هو الكاليبر اللي تضربت به أنتونيلا. وتنطلق الأبحاث، شكون اللي عمل اللي عملوا في هذه السيدة؟ سيدة ما عندهاش برشا علاقات، ما عندهاش برشا ناس تعرفهم، شنو ينجم يكون صار لها؟
باش نعرفوا شنو اللي صار لها. قلت لك هذه سابقا العناصر الأمنية اولا يحددوا شنو صار للضحية في 24 ساعة الأخرى، ثانيا يحلوا الكتاب على حياته الكل. وفي إيطاليا الحق فما ميزة، اللي هي الصحافة الإيطالية تشبه ياسر في هذا للصحافة البريطانية، يعني أنها صحافة تمشي كثيرا في التفاصيل، تمشي كثيرا في الفضائح، تمشي كثيرا في الاتهامات. ملي خرج خبر السيدة اللي تقتلت في غلاس، ملي أعلنت على ذلك نهار 12 من غدوة 9 دقيقة بالضبط وكالة الأنباء الإيطالية والصحافة الإيطالية الكل على قدم وساق، خاصة وأنه واحد من الأمنيين باش يعطي معلومة لإحدى الجرائد باش يقول أنه هالجريمة فيها زوز رجال. من هنا باش يتجمعوا في هالجريمة هذه كل عناصر يسميهم التشويق متاع هذه القضايا، سولدي سانغوي سيسو، ان شاء الله الطلياني متاعي ماهوش خايب ياسر. سولدي الفلوس، سانغوي الدم، سيسو الجنس. وتنطلق أبحاث طويلة عريضة، شكونهم هالرجال الاثنين اللي قاعدين نحكيوا عليهم؟ شنو حكاية الفلوس وشنو حكاية الجنس الموجودة في الموضوع؟ بالنسبة لسيدة عزبي يعرف عليها أنها ما عندهاش علاقات، شنو تخبي الحياة السرية بين ظفرين الأنتونيلا؟ ثم من هو المجرم زعم؟ تفاصيل الأبحاث شوفوها في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.